تمام. نرسم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ظهر الدور كلها امين. فاكرين حاجه من المحاضره بتاعت المره اللي فاتت؟ فاكرين شويه سمات الدون؟ ها مين يقول طيب حاجه؟ جمجمه صغيره، ودن صغيره، برافو. ايه تاني؟ ايده مفلطحه، في خط في النص التالت، شعره ناعم، عينيه صغيره، الرقبه، برافو. ها فلات فوت. لا حفظت ان شاء الله يعني. شاطرين شاطرين. طيب احنا اتكلمنا على التاخر الذهني وحطينا من جواها الداون، ايه داون سيندروم. طيب في النهارده هنتكلم على اعاقتين، همشي على اعاقه كده مرور الكرام، والاعاقه الثانيه هي اللي هن ايه يعني هنتكلم فيها باستفاضه قوي. هنتكلم على الشلل الدماغي، الولاد اللي قاعدين على كراسي، في المصطلح العلمي بتاعهم بنقول عليهم السي بي، يعني لما نوصل كخدام نقول مجموعه السي بي مثلا. المجموعه دي بالتعامل بيبقى غالبيا عن طريق الولاده الخطا، في منها وراثه وفي النوع الثاني بيجي عن طريق الولاده الخطا. البيبي ليه ميعاد للنزول، غير كده الرئه بتبتدي تشتغل، المخ بيبتدي يشتغل. طب بيحصل ايه؟ الطفل ده عنده وقت لازم ينزل فيه ولازم ياخد اكسجين كفايه جدا. طيب لو الطفل ده ما وصلوش اكسجين والدكتور طول قوي في عمليه الولاده، يعني في دكاتره تستسهل ان تقول لا الام هتولد طبيعي، الام هتولد طبيعي، بيحصل ان الجنين ميعاد الولاده تيجي، يحصل تعثر في الولاده عبال ما الدكتور ياخد قرار انه يولد الام ولاده قيصريه، بيحصل ان الرئه بتبتدي ايه؟ تتفتح. طب لما الرئه تبتدي تتفتح ايه اللي هيحصل؟ هيحصل نقص اكسجين. المخ علشان يشتغل واعضاء جسمنا كلها عشان تشتغل لازم ناخد نفس، الاكسجين ده بيمشي في ايه؟ في الدم، الاكسجين بيمشي في الدم ويشغل كل اعضاء جسمي. اللي بيحصل ان الاكسجين ما بيوصلش لاعضاء الجسم، حاجه زي المخ يبتدي فيه مراكز فيه تبتدي ايه؟ تقفل. وعلى حظ كل طفل، ممكن عند طفل سي بي يكون يجي في مراكز الحركه، غالبا بيجي في الحركه. ممكن طفل سي بي يبقى شلل في دراع واحد، ممكن طفل سي بي يبقى شلل في الرجلين، ممكن طفل سي بي يبقى شلل في الاربع اطراف. يعني هتقولوا كل السي بي قاعدين على كراسي، كل الشلل الدماغي قاعدين على كراسي؟ لا مش لازم، في بيحصل في جنب واحد وبيقدر ان الطفل يمشي، في بيحصل عند الرجلين والايدين تتحرك، في بيحصل رباعي، في بيجي على مراكز الكلام. ففي طفل سي بي يتكلم وفي طفل سي بي ايه ما يتكلمش، ما يعرفش يتكلم. في يجي على مراكز التركيز والفهم، ولاد تبقى سي بي فاهمه كويس جدا جدا جدا. عندنا بنت في الخدمه وصلت لاقتصاد وعلوم سياسيه، ففي منهم بيوصلوا للفهم حاجه رائعه جدا، وفي منهم بيبقى كالطفل البيبي الرضيع غير مدرك لاي شيء من حواليه. بيختلف انواع السي بي ده كتير قوي، كل واحد حسب شدته وحسب ما الاكسجين صاب ايه بالظبط. بنتعامل معاهم بايه؟ اكتر حاجه بنتعامل معاهم هو كالبيبي، تعامل شويه بيبقى فيه لمس، الطفل اللي هو واصل لمرحله كانه بيبي، اللي هو مش حاسس باي حاجه، كانه طفل سنه او اقل كمان شهور، ده تعاملاتي معاه في الخدمه عن طريق الحواس، اللمس، الطبطبه، الالعاب كلها الحسيه. بنعرفه مثلا ايه الخشن وايه الناعم، الكور عارفين اللي بتبقى ليها بزابيس كتير دي وتبقى بتنور، العاب حسيه بالاضاءه، الشخاشيخ، اجيب له لعبه من هنا واحرك انتباهه، كل تنميه المهارات بتاعته بتشتغل على الطريقه الحسيه. لو الطفل ده عنده الادراك نشتغل اكاديمي، وفي منهم كتير بيخش كليات حلم. في فرق بين الطفل السي بي والشلل الاطفال؟ اه طبعا. الشلل الاطفال ده فيروس وده مرض، ده مرض علشان ما اخدش التطعيم جاء فيروس شلل الاطفال وعمل ايه؟ عمل الاعاقه ديت. لكن السي بي نقص اكسجين، خلي بالكم من الناحيتين،
الشلل الاطفال ده اعاقه جسديه، الجسم هو اللي تعبان، لكن الذهن كتير مننا في المدارس بنشوف ولاد قاعد على كراسي وذهنها حاضر تماما، لكن السي بي لا، في منهم بيصيب الذهن. تمام، هناخد بقى الجانب الاكتر، هنتكلم عن التوحد او الاوتيزم، وبيسموه كمان الاوتيستيك، ليه كذا اسم. حد يعرف اي حاجه عن التوحد او قابلته اطفال توحد؟ واحده صاحبتك معاكي في المدرسه؟ تمام، هناخد الكلام ده. تمام، حد قابل تاني طفل توحد؟ محدش شاف اطفال توحد. طب تعرفوا حاجه عن التوحد؟ تمام، حد عارف اي حاجه تاني عن صفات التوحد؟ اي حاجه شكلهم بيعملوا ايه؟ كتير مننا لو شافهم بيخاف منهم. حد عارف اي حاجه عن التوحد؟ طيب خلينا ناخد ايه هي، لو عندي طفل انا شاكه في انه توحد، اول حاجه هنتفق عليها ان التوحد اضطراب. يعني ايه اضطراب؟ يعني مش مرض، بنسميه كده اضطراب نمائي، حاجات في النمو بتاعته. طيب اضطراب نمائي وليه علاقه بالنفسيه، شويه ليه علاقه بالوراثه. لو بصينا للطفل التوحد هنلاقيه ليه قرايب شويه مروا بظروف نفسيه، عندهم اضطرابات نفسيه، هنلاقي في العيله جو امراض نفسيه شويه موجود. ده بالنسبه لطفل التوحد. طب الموضوع بيزيد ويكتر؟ بسبب الموبايل بقى في اطفال قدام كل 59 طفل بيظهر لي طفل عنده اعراض توحد، طفل توحدي. زمان كانت الاعداد كل عدد كبير قوي يظهر لي طفل توحد، دلوقتي بقى اقل من 60 بيظهر لي طفل ايه؟ توحد، لدرجه ان احنا بقينا نلاقي لهم كتير في المدارس، كتير في الكنيسه، بنقابلهم كتير قوي. من اسباب التوحد الام اللي بتسيب طفلها على الموبايل كتير جدا، بيعمل صفات من صفات التوحد، ولو الطفل اتساب كتير قوي وما قدرناش نعالج الموضوع ده بسرعه ممكن يخش في التوحد الشديد، وهكذا وهكذا. طيب امتى بعرف ان الطفل ده توحد؟ عندي ميعاد كده، من سنه، يعني من شهر لغايه سنتين ونص. لو ما بنتش اعراض التوحد اللي احنا هناخدها دلوقتي ما اقدرش اقول على الولد ده توحد. اخرنا قوي الثلاث سنين. يعني لو جالي طفل 5 سنين 6 سنين وفي نسبه اعراض توحد هقول لا، ده مش توحد. دي حاجات مكتسبه وتتعدل، ممكن نسميه حرمان بيئي، نسميه اي اضطراب تاني، لكن مش توحد. لكن التوحد بيظهر قوي قوي من سن صغير. طب تيجي ام وتقول لي ده اول سنه كان طبيعي جدا، من بعد سنه لسنه ونص او سنتين او ثلاثه ابتدت تظهر عليه اعراض التوحد. وممكن في يوم وليله الاقيه ماشي سنه لسنه ونص طبيعي جدا جدا جدا، ويجي في النص تبتدي تظهر اعراض 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 تقول ان الطفل ده ايه؟ توحد. لغايه سن سنتين ونص، لغايه كام؟ لغايه ثلاثه. بعد كده لا، الطفل ده مش توحد. طيب ايه سمات الطفل التوحد ده؟ هناخد 40 صفة. هناخد كم صفة؟ 40 صفة مرة واحدة. بس هنقولهم بسرعة ما تقلقوش يعني. طيب أول حاجة من صفات الطفل الأوتيزم بنسميها النظرة الجانبية. يعني لما أجي أكلمه عمره ما يبص لي في عينيه. عمره ما يبص لي إيه؟ في عينيه. يعني اجي اكلم اي حد هو يجي يبص لحد، لا، عينه تبتدي تبص على طول في ايه؟ في اتجاه تاني، حتى لو مسكنا وشه وابتدينا نوجهه لوشنا ونوري له انت بتكلم مين، على طول هتلاقوا عينه دي جريت وبصت في ناحيه تانيه. يبقى اول صفه من صفات. طب هو لازم يتوافق، بس عشان الحته دي ما انساهاش،
لازم تتوافق الأربعين صفة جوه الطفل علشان يبقى توحد؟ قالوا لا، كفاية 8 أعراض من الأعراض اللي احنا هنقولها. 8 لو لقيناهم خلاص أنا كده هبتدي أشك إن طفلي طفل توحد، وابتدي أخش أحطه في خطط وتنمية مهارات بشكل معين. تمام؟ يبقى أول حاجة النظرة الجانبية، يعني أنا لو بصيت له مش إيه؟ مش هيبص لي، عمره ما هيتواصل بنظرة العين. يعني في طفل توحدي بيبص، ما أنا هقول 8 حاجات من كام؟ من الـ40. تاني حاجة، أي طفل صغير لو ناديته باسمه هيعمل إيه؟ هيبص لي ويعمل ايه؟ يرد عليا. الطفل التوحدي ما عندوش الموضوع ده، مهما ناديته باسمه عمره ما هيرد عليا، عمره ما هايه؟ ما هيرد. دي تاني حاجه. طيب تالت حاجه، ما بيعرفش يستخدم تعبير وشه. يعني مثلا الطفل الصغير بيعرف يبين الحزن، الغضب، الزعل، الفرحه. الطفل التوحدي ما عندوش غير طريقه واحده يطلب بيها طلباته، هي ايه؟ العياط. يفضل يبكي ويعيط علشان يعرف يطلب طلباته. غير كده يعبر عن فرحه؟ لا. يعبر عن غضب؟ لا. يعبر عن انه مثلا زعلان، مبسوط، حتى ولو انفعالات بسيطه؟ لا. الطفل التوحدي ما يعرفش يبين اي نوع من انواع الانفعالات. رابع حاجه، لو انا طفل قلت له باي باي هيعمل ايه؟ هيسلم عليا ويعمل باي باي. طفل التوحدي ما عندوش التعامل بباي باي دي خالص. باي باي مفيش اي حركه. يعني من الحاجات الاساسيه باي باي دي لا، ما مش عندنا كل الاشارات، كل الاشارات هو ما بيفهمش الاشارات دي، هنقولها من استماته. بس حتى لو انا قلت له باي باي دي ايه؟ السلامات والتحيات والكلام ده كله مش عنده. خامس حاجه، اللعب التفاعلي. يعني ايه لعب تفاعلي؟ الطفل الصغير لما يجيب لعبه او بنت صغيره تجيب عروسه تبتدي تعمل ايه؟ انها بتنيمها، بتاكلها، بتشربها. الولد يبتدي يعمل نفسه انه بيلعب بالعربيه كانها جراج، يلعب مع حد هات وخد بالكوره هكذا. الطفل التوحدي ما يعرفش التفاعل خالص في اللعب. لو مسك لعبه هتبقى معاه، مش هينادي على حد يتفاعل معاه وقت اللعب. نراجع الخمسه دول بسرعه. يبقى اول حاجه الطفل التوحدي ما عندوش ايه؟ عنده النظره الجانبيه، ما عندوش النظره المباشره، ما بيعملش ايه؟ مش بيرد على اسمه لما حد يناديه. تاني حاجه، مش بيستخدم تعبير وشه، مش بيروح بايديه، مش بيقول باي باي. واللعب التفاعلي كمان هو ما بيعرفش يعمل لعب تفاعلي. طيب رقم 6، مش بيشارك اهتماماته مع حد. يعني لو في حاجة عجباه، عربية أو حاجة شداه قوي، هو بيلعب بيها برضو كلعب لوحده. أنا مش هروح أسحب صحابي وأقول لهم تعالوا لعبوا معايا. يعني لو أنا وسط مجموعة أطفال ومعايا كورة، عمري ما هروح أقول لصحابي تعالوا إيه؟ شاركوني ولعبوا معايا. معايا سندوتش، ما يعرفش يقاسم فيه ويشارك، ما يعرفش يدي. معايا كيس بونبوني، ما يعرفش إن هو يدي لحد. فكرة المشاركة دي مش عنده خالص. هتلاقوا في صفات فيكم كتير من التوحد على فكرة. هو كمان ما بيستخدمش الإشارة. يعني مثلا لو عايز يطلب حاجة ما يقدرش يشاور. الطفل عند شهور معينة قرب السنة كده لو ما تعلمش لسه الكلام يبتدي يشاور ايه؟ يشاور لمامته، يعني يقول لها قبل الكلام ولغة الكلام، يبتدي يستخدم فكرة ايه؟ الإشارة. أنا كمان لو اتعاملت مع مثلا أي حد أقول له ناولني دي من غير ما أقول شنطة، أنا بشاور صح؟ هو ما عندوش أي استجابة للتعامل مع الإشارة، لا عن طريق هو يستخدمها أو هو حتى يستقبلها. كمان مش بيحس بمشاعر الآخرين. يعني لو ماما قاعدة زعلانة وبتعيط، هو في وادي وماما في وادي تاني. اخواته قاعدين بيضحكوا ويهزروا،
هو في حته والناس التانيه دي كلها قاعدين متحمسين لماتش كوره زي ما حاصل دلوقتي، لا هو برده ما فيش بصراحه. يعني شابوه للشباب انه قاعد وسايب الماتش بامان. يعني انا شايفه اسكندريه كلها قاعده للماتش. ف فكره ان هو يحس بمشاعر الحد اللي قصاده ده مش موجود، حتى المشاعر مش بيحس بيها. مش بيلعب لعب تخيلي. يعني مثلا واحنا صغيرين كنا نجيب الفناجين ونعمل نفسينا بنلعب والشاي ونقدم ونتخيل بقى ان احنا قاعدين معرفش فين وسوبر ماركت ورايح اشتري، الولد يتخيل نفسه سوبرمان ويطير والحاجات التخيليه دي. هو ما عندوش اي نوع من انواع اللعب التخيلي، مش بيتخيل اي حاجه. هو هيلعب تبقى الحاجه بشكل تكراري، وهشرحها لكم ازاي برضه. عموما بقى في اللعب في الحياه هي فكره الخيال دي مش موجوده عنده. من الحاجات برضه احنا وصلنا الرقم كام؟ 10. اللي جايه 10. ما بيهتمش بالاطفال اللي حواليه. يعني مثلا لو انا عندي اطفال جايين يزورونا، هو مش مهتم بوجود الاطفال دي. وفي ناحيتين، في منهم لو شاف طفل يبقى لازق له بس يتعامل معاه ويتكلم معاه، لا هو فرحان ان في حاجه صغيره بتلعب وتتحرك حواليه. لكن هل بيهتم انه يلعب معاه ويتشارك معاه؟ لا. وفي منهم ما بيحبش يشوفهم، يعني اطفال لا، حطني في حته بعيد. بصوا انا احنا عندنا كان حد ولد في الخدمه اكتشفناه مؤخرا، يعني اسمه رامي، ده كبير سنا كبير، يشوف طفل صغير من ولادنا يبتدي يمشي وراه وفي ابتسامه على وشه، بس يكلمه يسلم عليه يلعب معاه لا، هو ماشي وراه ومنين ما يتحرك هو بيراقبه بيتحرك وراه. وفي ولاد تانية لا مفيش. هل في نسب معينه اقول ده اكتر وده اكتر؟ لا، ما يعني ما بتتحسبش كده. احنا بنفهم الفكره، لان احنا لما هنطلع خدام ليه بنشرح كل الكلام ده؟ انا ما بقاش خايفه افهم الطفل ده هل هو بيحب الاطفال، اخاف على ان ابني لو وديته ليه ممكن ياذيه، ولا لو انا معايا ابني او ابن تصوني او اي حد تاني او حتى اخواته في البيت لو صغيرين هو بيحبهم دون مشاركه. يعني انا احبك بس من بعيد لبعيد. كل السمات دي بنقولها ليه؟ عشان هنفهم ازاي نتجنب حاجات كتير قوي ممكن تضايقهم. هو اصلا اظن ان هو مش مشاركه عامه، هو ما بيحبش المشاركه. ما احنا بنسميه ايه؟ توحد. انا عايش كائن لوحدي. كله كل حاجه. قلنا 5 حاجات تانيين، مين فاكر منهم حاجه؟ لا قلنا لا، الخمسه الجداد مش بيشارك اهتماماته مع حد، ها؟ مش بيستخدم الإشارة، ها؟ مش بيلعب لعب تخيلي، مش بيهتم بالأطفال اللي حواليه. طيب رقم 11، حتى هو مش بيعرف يعبر عن مشاعره. يعني حتى لو هو متضايق هو مش عارف يعبر عن مشاعره. مش بس ما بيحسش بمشاعر الآخرين، لا، لو هو فرحان مش عارف يعبر، لو هو زعلان مش عارف يعبر، او مفرط قوي في تعبير مشاعره. يعني لما يبقى مبسوط يضحك بضحك هستيري، لما يبقى زعلان يعيط ويخرب ويدبدب، الغضب يبقى فيه تكسير و و و. الطفل التوحدي ما عندوش الوسطيه، يا يا لا، يا انفعالاته عاليه قوي يا انفعالاته زيرو، يا اما تفاعلاته قويه قوي يا تفاعلاته زيرو. ففي التفاعلات بتاعته والتعبير عن الفرحة، يا إما التفاعل كبير قوي يبقى فيه خبط ورزع وضحك بطريقة تبان إن فيها هستيريا وغضب شديد، يا إما مفيش. لا لا، هو يا كده يا كده، لكن يدمج الحاجتين لا. ما بيعرفش في اللعب فكرة الدور. يعني إحنا لما بنيجي عند سن مثلا ثانوي بنعلم الطفل ان انت ليك دور هتلعب فيه، نقف في طابور، يفهم انه لما ده هيخلص ده هيخلص انا هيجي لي دوري، فانا هبتدي ايه؟ هيجي لي الدور والعب. الطفل التوحدي ما يفهمش فكره الادوار،
انا وبس، انا هلعب لو اخدت مني الكوره وهتلعب انت بيها، ده هيبتدي في شغل البكا والعياط. انا العب، حد تاني اشاركه فكره اللعب، لا ممكن يقوم ويضربه ويكسر الدنيا عليه. تمام؟ عنده مشكله في ترتيب الحاجه، يعني مثلا لو اديت له 5 عربيات يبتدي يعملهم ازاي؟ يحطهم ورا بعض زي القطر. لو اديت له بازل يطلع كل الاشكال، لو بازل الحيوانات او خضروات، ويبتدي يحطهم لي على الترابيزه ايه؟ ورا بعض، وتحسه انه مسطره. يعني مش حاطط ورا بعض كده وخلاص عشوائي، في نظام وحدود، يقعد يبص لهم ويبقى مبسوط جدا. لو حد كعبلهم له يتنرفز بسرعه قوي ويبتدي يرجع ايه؟ يرصهم تاني. هتلاقوا صدقوني فيكم حاجات كده، يعني كلنا، لا الاو سي دي ده مرض نفسي لكن احنا بنتكلم على التوحد. يعني احنا هتلاقوا مثلا ايه، في حاجات هقول لكم فينا كلنا، يعني فكره صف الحاجه دي وان يحطها في صفوف، وفي منهم يلعب الحاجه يعملها دورانات، يعني يمسك البازلايه او المكعبيه يفضل يلفها يلفها يلفها، هو مبسوط قوي بالحركه دي، هو شخص تكراري، يقعد يكرر يكرر يكرر. فحتى اللعبه يقعد صف 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 صف، حتى العربيات مش عايز يمشيها بطريقه معينه، لا انا هركبهم ورا بعض صف، هتيجي تلخبطيهم هيعيدهم بنفس الشكل. عنده مشكله في الكلام، في منهم بيتكلم ويتعلم الكلام، اولا نغمه الصوت عنده تحسه شويه زي الروبوت، في كده نبره صوت وتون معينه زي الروبوت شويه، اسلوب كلامهم مش زينا. في منهم بيتعلم الكلام لسن سنه سنتين ثلاثه ونلاقيه عمل ايه؟ ستوب للكلام، يبقى ما بينطقش خالص. وفي منهم رافض للكلام، هو رافض لفكره التواصل، حابب فكره العزله تماما، ففكره ان انا هتواصل معاك دي مرفوضه. هبتدي اتكلم، اه هطلب طلباتي اللي تخصني، ميه، حمام، تلاقيهم بيقولوا كده، ميه، فما هو تجري بسرعه تجيب له ايه؟ يبقى عطشان عايز يشرب، حمام، تدخله الحمام، اكل، باللفظ انا بقول لكم الاساليب اللي بتعمل روبوت، يعني هو بيدوس على الزرار عشان انام، اكل، اشرب، وهكذا. طلباته الشخصيه هو فاهم علشان ياخدها وبيعرف يتعامل بيها، هي دي اللي انا هبتدي اتكلم بيها. كلام بقى وحوار وهات وخد ده مش موجود خالص. في منهم كمان بتبقى الام وصلت لمرحله انها فاهمه كل طلباته بالتوقيتات بتاعتها، فبيروح ساكت. يعني الاهالي والخدام ما كانوش يساعدوا الطفل التوحد انه يطلع ويتكلم، هيستسهل قوي فكره السكوت. مارك الموبايل. وحتى لما يجي يتكلم، لو انا علمته الكلام، وبنشوف الموضوع ده في جلسات كتيره قوي، يبتدي يسميه للاشياء. يعني ما عندوش ربطات الوصل بتاعه الكلام، يعني مثلا ايه ده؟ خيار، جزر، طماطم، عربيه، اتوبيس، مسميات. يبتدي يتعامل عن طريق الكلام، عن طريق ايه؟ مسميات فقط لا غير. مش انت عايزه بتسالي على ده؟ اهو خديه. لكن نبتدي نتكلم ونتحاور وجمل وهات وخد، ده مش موجود عند الطفل التوحدي. طريقة لعبه روتينية، يعني ايه طريقة لعبه روتينية؟ يعني مثلا انا هلعب بالكورة، هقف من النقطة دي للنقطة دي ارميها واروح اخدها، وارجع اقف وارميها واروح اخدها، وما يزهقش. ممكن يقعد اليوم كله ويبقى مبسوط جدا بالروتينيه ديت. هو عايز حياته ما تتلخبطش، انا منظمها بواحد اتنين تلاته، انا مش عايز تتلخبط. روتين، والعربيه هعملها رايح جاي رايح جاي، وتلاقوه ايه؟ هو سرحان في الحركه دي وخلاص. لو ابتدى يتفرج على مروحه بتلف، هي المروحه تعمل اي حاجه انها بتلف، هو قاعد مبسوط قوي انه بيتفرج على حركه بتلف. يمسكوا مثلا القلم والغطا، يفضل يفتح ويقفل يفتح ويقفل، يمسك الدواليب وهكذا، تفتحه وتقفله في الاقلام. يعني لعبه تبقى ثابته معاه زي البازل، يفك ويركب يفك ويركب. ما ده تخيلي، لعبه تخيلي، نطمن كده. لا كده احنا يعني دي حاجه ما تضايقناش، كون ان احنا بيلعب مع العروسه ده كده لعب تخيلي،
فاحنا طلعنا بره الموضوع. طيب بيهتم قوي قوي بالتفاصيل. يعني ايه؟ يعني لو ولد شباب نرجع تاني، في حاجات كتير قوي هتلاقوها جواكم، اصبروا. يمسك العربيه ويبتدي يلعب ويحرك ويقرب العربيه من عينيه قوي، ويشوف العجله ويحرك في العجله رايحه جايه يمين شمال، ويبص لكل تفاصيل. كتاب مثلا تلاقوه مقرب من الكتاب ويقعد يفر الكتاب ناحيه عينيه. لو بنت مهتميه قوي بحركه العين بتاعه العروسه وتقرب لها وتحرك فيها كتير، الشعر تبتدي تشوفه ايه ده متركب ازاي خصله. بيبتدوا يلعبوا بدقه وتفاصيل. مش احنا مثلا اللعبه مع الطفل ياخدها يكسرها، ايه العجل فين، لا هو دقيق جدا في لعبه. كده اخدنا ست حاجات تانيين نقولهم بسرعه. انه التعبير عن المشاعر، هو مش بيعرف يعبر عن مشاعره، مش بيعرف اللعب بالادوار، كمان لما يلعب بيحط الحاجات صف. الكلام مش بيعرف يتكلم، او لو اتكلم بتبقى على قد طلباته او الكلمات محدده. واللعب طريقه واحده، وبيهتم بالتفاصيل وقت اللعب. هناخد رقم 17. هو روتيني جدا وبينزعج من التغيير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو هو طفل صغير متعود انه يصحى الساعه 7 يولع النور، هيلبس القميص ده والبنطلون ده وارتاح فيهم والكوتشي ده، تاني يوم عايز نفس القميص نفس البنطلون نفس الكوتشي. طب لو غيرت له يبتدي يتنرفز ويصور. حاجه تاني، الأوضة بتاعته لو محطوط السرير بشكل معين والدولاب بشكل معين، لو في يوم ماما فكرت واتجنت تغير ترتيب الأوضة، يحصل له جنان ما يستحملش. كان عندنا ولد لما يعني نخاف جدا لو انت حاطه دخل ولقى قلم على المكتب بشكل معين، لو سحبتيه هيكسر عليك المكان. متخيلين يوصلوا لإيه؟ ده يعني التوحد الشديد قوي. بيبقى مركز قوي في كل التفاصيل. في اخر المحاضره هفرجكم فيديو قد ايه هم بيضطربوا من حاجات كتير قوي. نقعد نفكر طب ايه اللي ضايقه ايه؟ هتكتشفوا ان في حاجه مكانها اتغير. توتروا جدا، هو واخد على سيستم معين، على شكل معين، على طريقه معينه للتعامل. ففي الخدمه مثلا ما ينفعش تبقى مرتبين قعدة الخدمة بشكل معين مدة طويلة، واجي في يوم وليلة اروح مغيرة شكل ايه؟ كراسي الخدمة. لو ما اهلناش الطفل ده انه هيخش على المكان ده هيخرب الدنيا. شكل الخدام اللي هو حافظه لو هيبتدوا يتغيروا كل فترة قريبة مش هيحب يجي الخدمة. هو خلاص روتيني جدا جدا، انا اتعودت على ده ودي ودي. لو دخل واحد كل فترة تمام، لكن احنا كلنا نمشي ونتغير ويجي مجموعة تانية ويخش ما يلاقيش الناس اللي هو عارفها او مكان مختلف او روتين معين، لا بنلاقي صعوبة في كل حاجة، حتى في ترتيب سريرهم، في نمط اكلهم. يعني في منهم ياكل الحاجة اللي هتعجبه تبقى تكرارية. عندي ولد ما بياكلش غير بسكوت بالزبادي، عمره كله ما بياكلش غير بسكوت بالزبادي. طبعا دي حاجه غلط جدا، بس متخيلين النمطيه واصله لايه والروتينيه واصله لايه؟ ان الاكل اللي عجبه اي اكل تاني هيتفه خلاص. عنده هوس واهتمام بالحاجات. بمعنى ايه؟ يعني مثلا لو لعب بالميه يبقى عايز يلعب بالميه ال 24 ساعه، وعجبته بقى عايز يلعب في الميه اليوم كله لدرجه الجنان. معاه عربيه عايز يحافظ عليها عمره كله ما تتكسرش، ما تبص دي تفضل معاه عمري كله، اول ما تبتدي تتكسر وتبوظ ممكن يبهدل الدنيا. هو عايش ان حاجته كلها لوحده، انا ما فيش حاجه تبوظ. تغيير النمط بالنسبه له وتغيير حتى الالعاب اللي هو محتفظ بيها، لا عندي بنوته ماسكه عروسه ارنب قد كده خلاص بيعيط بامانه، حتى الام ساعات ما بتعرفش تاخده من ايديها عشان تغسله من كتر ما ماسكاه وغسيله بتاع مسود. هو الارنب يعني لو
دخلت الجلسة ومش ماسكة الأرنب يبقى يومنا أسود. هو أرنب قد كده قماش ماسكه اليوم كله مهتمية بيه جدا، هو ده حياتها. عنده روتين في الطباعة، زي ما قلنا قبل كده ان روتين في الاكل، روتين في الشرب، حتى طريقه الشرب نفس الكوبايه اللي عايز يشربها هي اللي عايز يشرب فيها، نفس نوعيه الاكل هي هي نفس نوعيه الاكل اللي عايز ياكلها، في الهدوم بتاعته نفس اللبس، كل اللي احنا قلناه. عنده حاجه اسمها الرفرفه. يعني ايه رفرفه؟ يعني عنده حركه تكراريه بايديه. يعني تلاقي الاوتيزم عنده لما يتبسط او يتضايق او يتخنق بإيديه يعمل كده، بإيديه تبقى قصاد وشه، في فتحة وخبطة، ممكن يخبط في راسه، تشوفوا الحالات دي كتير قوي. الأوتيزم الشديد كمان عنده حتة الرفرفة دي الزيادة، دي علامة من علامات التوحد. يلف حوالين نفسه، لو واقف بيلعب يبتدي يعمل إيه؟ لو في ترابيزة عمال يلف حواليها، في كرسي وإيه؟ مش مرة مرتين تلاتة، ده ممكن بالمئة والتلتمئة والربعمئة مرة ورا بعض. طب لو واقف حتى لوحده بيلف حوالين نفسه. الحاجات دي بتفرز هرمونات عند الطفل التوحدي بتسبب له شعور بالسعاده، عشان كده هو مش بيعملها نوع من انواع انه يتعب والكلام ده، لا، ده بيطلع له هرمونات تبسطه، فعشان كده هو بيكرر الموضوع ده كتير. عنده الحركه بتاعته مفرطه كتيره جدا، ما يعرفش يقعد. يعني انا لو حبيت اقعده ما يعرفش يقعد لي على كرسي. وفي منهم يقعد ما يقومش، لدرجه ان في منهم الحركه بتتاخر علشان مكسل انه يقعد، مكسل انه يحبي، مكسل انه يمشي. فهو يا تبقى حركته عنيفه جدا يا اما برطايه قاعده. عنده مشكله في الحواس، كانت تصوني بتقول صاحبتي ما بتحبش ايه؟ تحبش النور العالي وما تحبش ايه؟ الصوت العالي. عندهم مشكلة حسية كبيرة جدا في كل الحواس بتاعتهم، يا اما تبقى الحواس دي عالية قوي للسماء، يعني نور النور القوي ده ما يستحملوش، يضايقه ويخليه يتعصب. الصوت العالي يبتدي يعمل ايه؟ كان في صورة هنا، يبتدي يسد ودانه. عندي ولد كنا اول ما نشغل التلفزيون ويتولع على يقولي انا داخل الحمام، انا عارفه انه عايز يهرب ايه من الصوت، يروح حاطط ايده في ودانه ويروح طالع بحجه انه رايح الحمام خلاص. حتى الشم عنده اضطرابات، واللمس، في ولاد مجرد بس ما يلمس حاجه خشنه يبتدي يتنرفز، يلمس حاجه ناعمه يبتدي يتنرفز، يشم برفان بشكل معين او ريحه اكل بشكل معينه يبتدي يتنرفز. وفي منهم الحواس دي معدومه خالص خالص، يعني يا تبقى الحواس عاليه قوي يا تبقى الحواس ايه. ده برضو ينبهنا ان احنا في الخدمه النور بتاع مكان خدمتنا ما يبقاش عالي بالزياده. صوتنا واحنا بنعمل الترانيم، مفيش بقى الترانيم بتاعت الداون اللي هو هيصه وحفله وزيطه، الداون بقى يعيشوا في الكلام ده قوي. الطفل التوحدي هيبقى ممكن قصادك قاعد هادي، بس هيروح البيت هيكسر البيت على باباه ومامته. متخيلين ممكن يبقى شايل جواه الغضب، وعلشان ترنيمه كانت هايصه وصوتها عالي يكتم في غضبه ويطلعه على مين؟ على اهله في البيت. خدوا بالكم من النقط دي قوي. الروائح بتاعتنا، البرفانات، لازم تبقى يعني لو ما نقدرش ما نحطش يكون احسن. ممكن ابقى انا بديله الدرس وعايزاه يستفيد وبلعبه وهو قاعد متضايق مني جدا، مش مستحملني، مش مستحمل ان انا المسه، لان هم عندهم مشاكل في اللمس. في ولاد منهم كتير يكره الحلاق، كارثه عشان اوديه الحلاق. ليه؟ في واحد عمال ايه يلعب له في شعره وهو كمان ايه مش شايفه، ده الحلاق ده فين؟ في ظهره. حتى لو مرايه او غيره هو مش عارف يتواصل معاه، هو عمال يصوت ويزعق مجرد بس ما حد بيلمسه على راسه او يلمس شعره، دي بهدله. في منهم بيحلقوا لهم وهم نايمين، يعني يستنى انه ينام حتى الضوافر، يبتدي ينيمه ويهديه خالص ويبتدي يتعامل مع شعره ومع ضوافره وهو في مرحله النوم العميق.
قلنا غير متكلم او ناطق بدليل ان احنا قلنا في منهم نوعيات ايه؟ مش بتتكلم خالص. في منهم بيسكت يا دوبك بيتعامل بفكره ان ماما فاهماه، او بيتكلم كلام بسيط اللي هي الاوردرات بتاعت ايه؟ بتاعت طلباته الشخصيه وبس. التاخر في المشي زي ما قلنا هو رافض اي تغيير نمطي وهو روتيني جدا في حياته. فهو بيبي بيبان انا المفروض بمشي على سن قد ايه؟ 12 شهر. طب يجي عند 12 شهر مش عايز يتحرك. فين لما يبتدي يحبي؟ فين لما يبتدي يمشي؟ كل حاجة هو متأخر فيها. ليه؟ هل ده لسبب طبي أو عجز في جسمه؟ لا، ده هو معجب بالوضع اللي هو فيه مش عايز يغيره. بس أغلبيتهم بيمشوا ومفيش حد فيهم يعني بيقعد، يعني هو تأخر بس. ردود أفعاله كلها اندفاعية. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه مش بيحس بالخطر. يعني مثلا لو هو عايز يجري وفي قطر جاي في وشه هو مش حاسس بالخطر، هو معدي. طب يلعب على سور، ممكن تلاقوه ماشي على سور بلكونه. الحاجات دي نلاحظها جدا في خدمتنا. ليه؟ ياما بنطلع بيهم معسكرات ورحلات ويبقى سور البلكونه بشكل معين، او انا سبته في الاوضه وفاكر انه عادي جدا انه يتساب في الاوضه ايه؟ بتاعته. ياما لقينا اطفال ما عندوش حتة الأبعاد كمان، مش بيفهم البعد. كان عندنا ولد في الخدمة واقف مرة في البلكونة وشايف البسين وهيبتدي يطير، هينط بقى. هو فاكر البسين ده إيه؟ تحت رجله، يعني هنلعب فرافير، وهيبتدي بقى يرمي نفسه ويعوم. يعني لولا إن خادم من بعيد لاحظ إن الولد ده، وإحنا فاهمين الأوتيزم ما بيحسش بالخطر، لولا إن جرى بسرعة وعرف يجيبه. فكرة انه يجري ويكسر، يلعب على سور ترابيزة، يمسك حاجة حادة ويلعب بيها، هو اندفاعي جدا في كل طرق لعبه. ناخد بالنا جدا، ما ينفعش وانا شغالة مثلا اشغال بمقص ولا مسدس شمع جنب طفل توحدي، ما ينفعش. ممكن يدب المقص ده في حتة ما نتخيلهاش، مسدس الشمع ده ممكن يحرق نفسه. تمام؟ من مشاكل الحواس عندهم، في منهم زي ما قلنا يقشعر من اقل لمسه، وفي منهم لو دبيت ابره في جسمه ما يحسش. متخيلين؟ يعني لو اخذ حقن ما يحسش بيه، ما يحسش بالوجع. يعني الاحساس عنده ممكن يبقى منعدم، وممكن مجرد لمسه صغيره تضايقه وتعمل له اضطراب جامد جدا. دايما عندهم مشاكل في النوم. غالبا الطفل التوحدي يحب السهر. كل الشباب طبعا قلبين يوم. يعني يبتدي يفوق ويصحصح من الساعة 11 كده لغاية 6-7 بالليل. طبعا ده عامل أزمة نفسية للأهل في البيت. مش عايز النور يتطفى، مش عايز يحس إن في فترة هدوء وسكون في البيت. الأنوار كلها مولعة، ولو معتمد على إنه يتفرج على تلفزيون، وزي ما قلنا هم كمان ممكن لو اكتسبوا اللغة يبتدوا يتكلموا بلغة الكرتون. عارفين اللغة أين أنت ولغة الكرتون دي؟ اللغة العربية الفصحى بتاعت سي إن. أيوة، المدبلجة دي. فتخيلوا في منهم لما يوصل إنه يتكلم بيتكلم بالطريقة دي. فهو ما بيحبش النوم. ولو في منهم نومه أنيل بقى، يعني لو ده بينام الصبح وبالليل يصحى، في منهم بينام ساعة يصحى ساعتين، يرجع ينام ساعة ويصحى ساعتين، نوم متقطع. حقيقي يعني اهالي الولاد اللي عندها توحد حقيقي يعني ابطال بجد. طفل التوحدي حاجه صعبه جدا جدا في البيت. نراجع بسرعه. قلنا عنده الحواس المفرطه، السمع والشم واللمس وحتى التذوق، في اكل ياكله واكل ما ياكلوش، غير متكلم او ناطق، التاخر في الزحف او المشي، ردود افعاله كلها اندفاعيه، مشاكل في النوم. وصلنا لل 27. هانت يا شباب. زي ما قلنا منها انتقائية الأكل، زي ما قلنا هو لو اتعود على نوع أكل بيعمل إيه؟ بياكله ويرفض كل الأكل الباقي. البكاء الشديد، كل تفاعلات الطفل التوحدي بالعياط. أنا عايز حاجة هعيط وأصوت، انا متضايق من حاجه هعيط واصوت، انا رافض اي تفاعل او اي تعامل هعيط واصوت.
الصويت والبكا بتاعه مش بكا اللي هو على الهادي، لا صوته مزعج جدا، صويت وعياط بطريقه بتبقى فيها نوع من انواع الهستيريا. بيهتم بنشاطاته بشكل دقيق جدا، يعني مثلا لو هو عنده موبايل وبيتفرج على برنامج في توقيت معين لازم نفتح الموبايل ونتفرج عليه في توقيت معين. لو انا بقعد ساعة او ساعتين على الموبايل لازم كل يوم هقعد الساعة وساعتين على الموبايل، انا ههتم بكل تفصيلة في يومي. هي لو انا اليوم ده تخيلوا بقى الاهالي، كان عندنا بنت في الخدمة بس سافرت القاهرة، توحد صم بكم البينو، الالبينو اللي هم البيض وشعرهم عارفين اللي بيبقوا بيض عدو الشمس دول بيض قوي ورموشهم بيضة، وكانت صم بكم البينو توحد. فدي كان معانا مكرسة بتتعامل معاها بفكرة هي، وكمان هم عندهم الالبينو دي نسبة نظر ضعيفة جدا، فكنا محافظينها احنا يوم خدمتنا يوم التلات ان ايام الاسبوع على ايديها كده تعدهم سبت حد اثنين ثلاث اربع، فالثلاث اليوم ايه مثلا الرابع، فنقول لها النهارده الاربع الخدمه، فتلبس وتنزل مبسوطه والدنيا دي. يوم حصل دنيا شتت، حصل اي عائق، المشروع ما جاش، الخادم تعبان ما عرفش يفوت عليها، كانت بتكسر الشقه فعليا. مامتها تتصل تعيط، التلفزيون اتكسر علينا، باب الحمام شريته وفيهم عزم وقوه مش عايزه اقول لكم. فكرة ان يوم الخدمة يجي وطفل التوحد ما ينزلش، اعرفوا ان في جنازة في البيت، يعني بجد جنازة جنازة، يعني كل مرة هتفكروا تلغوا يوم الخدمة على الاقل لو حاجة قهرية روحوا للولد البيت. تخيلوا هيطلع عندكم مثلا 3-4 ولاد توحد، روحوا لهم البيت افتقاد في اليوم ده، او خادم ياخده ويمشيه ربع ساعة ويرجعه تاني 10 دقايق، بس فكرة ان هيجي ميعاد الخدمة وما ينزلش، هو مش فاهم اي انطباعات، هو مش فاهم اي اعذار، فبالتالي ايه اللي منع ان اليوم ده انا ما انزلش فيه؟ ايه العذر؟ ايه هو دماغه ما فيش اعذار، فيش تفاعلات، يبقى فيه غضب، يبقى فيه بكاء شديد، يبقى فيه نرفزة تكسير على طول. بيرتبطوا قوي بايام خدمتهم، الحاجات اللي بيخرجوا فيها وبيتفاعلوا ويحبوا المكان بيبقوا طبعا مقهورين جدا لو يوم اتلغى. انا ممكن اسال سؤال؟ ما ازاي مش متفاعلين خالص وفي نفس الوقت ممكن يرتبطوا بحاجات دي؟ كل ده التوحد من سماته هو صغير تقيله قوي، كل ما بيكبر السمات دي بتقل بتقل بتقل، وعشان هو شخص روتيني هو هيجي ويتبسط، انا مبسوط بالتواجد لكن مش مبسوط معاكم، انا مش هتعامل معاكم، انا هقعد لوحدي، انتوا هتتكلموا وترنموا بصوت واطي والنور، انا نزلت ولبست وغيرت جو وقاعد معاكم، ممكن اسمع ممكن اشارك بعمل فني صغير، بس انا مش هتواصل معاكم، انا عايش في كوكب تاني. وفكره بقى ان هو روتيني فبيقعد كل مثلا ثلاث بينزل الساعه 5، ده لو المشروع اتاخر تبقى بهدله، يعني حتى التوقيت والميعاد، انا بنزل في الميعاد ده يبقى انزل في الميعاد ده، وهكذا. هو مرتبط بكونه اليوم ده بنزل كنيسة القديسين الساعة 5 خدمتي، تمام؟ في منهم بيخاف جامد جدا، الخوف يا اما يبقى مرضي لدرجة ان لو كوباية محطوطة بشكل معين او سمع صوت قطة شاف كلب يبقى خايف جدا جدا. وفي منهم اللي مش بيحس بالخوف خالص. خدنا 5 كمان، يبقى انتقائية الأكل، بياكل بأنواع معينة، البكاء الشديد، بيهتم بأنشطة بشكل مكثف، الخوف. هانت 34. مش بيحب الناس، هو زي ما احنا قلنا مش بيحب التجمعات الكبيرة اللي فيها ناس، هتلاقوه على طول أخذ نفسه على جنب لوحده، مش بيحب يتفاعل مع الناس، مش بيحب يتكلم معاهم، حتى السلام كل ده هو ما بيحبوش. لا يقبل الحوار، هتيجي تسلم عليه اهلا وسهلا حبيبي عامل ايه، صامت. مش معنى كده ان هو كرهك، هو ما بيعرفش يعمل حوار. نبرة صوته زي ما احنا قلنا، نبرة صوته عاملة زي ايه؟ الروبوت.
عنده حاجه اسمها الايكولاليا او تكرار الكلام او الجمل. يعني مثلا لو قلت لتصوني ازيك عامله ايه هتقولي لي ايه؟ حلو. هي الطفل التوحدي هيقول لك ازيك عامله ايه، انت اكلت النهارده؟ الطفل التوحدي هيقول ايه؟ انت اكلت النهارده؟ ازيك هيقول لك ايه؟ ازيك. هو مش مدرك الكلام ولا الحوار، فبالتالي الكلام اللي انت هتقوليه او اللي انت هتقوله هيبتدي يعيده نفس الطريقه. الحاجات دي بياخدوا عليها جلسات كتير جدا عشان يتعلم يرد. مش بيفهم الاسئله، يعني انا لو زي ما قلنا كده نساله انت عامل ايه؟ اكلت ايه؟ شربت ايه؟ كل الاسئله دي بالنسبه له مش مفهوم. عنده حساسيه مفرطه من النور، النور الجامد، الروائح الجامده، كل دي حساسيه جامده جدا، بيبتدي يبعد عن اي اثارات حسيه ليه. بنعالج المشاكل دي عن طريق جلسات اسمها جلسات التكامل الحسي، ببتدي اتعلمه ازاي يتواصل مع الاشياء. 38 يا شباب، هانت. التعامل الاجتماعي بتاعه غير لائق، بمعنى ايه؟ يعني ممكن يقابل تصوني يجري عليها يحضنها بطريقه الناس كلها تقول ايه ده هو بيعمل ليه كده؟ ممكن الاقيه بيجري ويندفع في الشارع اندفاع زي ما قلنا غير لائق. ممكن يمسك طفل ويمسكه يضربه، واحد تاني يبتدي يبوسه ويحضنه جامد جدا، فكل انفعالاته غير لائقه اجتماعيا. ممكن حاسه بكل حاجه وعكسها في الشخصيه. في منهم كده وفي منهم كده. ما انا فاضل لي اتنين. احنا هنطلع من ال 40 حاجه 8، مش لازم كل ال 40 حاجه. لا يعني هو يا اما قاعد لوحده خالص ما بيدفعش، يا اما بيعمل انفعالات غلط. هي نفس الفكره، في تفاعلات كتير غلط. عنده مشكله ايذاء النفس. شباب خلاص فاضل اتنين. خلصت ماشيين عليهم هم 38. يا نهار ابيض. عنده مشكله ايذاء النفس. يعني ايه؟ يعني لو انا قلت له لا على طلب هو ما يفهمش، ممكن يبتدي يعور نفسه، يرمي نفسه في الارض، يخبط ويرزع، يكسر في الشقه. هو ممكن هو بيكسر يعور نفسه، هو مش مدرك قد ايه ان هو ممكن يؤذي نفسه. اخر حاجه المشي على اطراف الصوابع. لما بيتحرك الطفل التوحدي يبتدوا يمشوا زي اللي عندهم ايه، بيلعبوا باليه كده، يمشوا على طراطيف صوابعهم. دي علامه من علامات الطفل التوحدي، ودي الاخيره. طبعا بمنعه. طيب احنا بنسمي النوبات دي نوبات الغضب عند الطفل التوحدي. مبدئيا انا يعني الام اللي عندها طفل توحدي بتبقى عموما محضره مخدات بشكل معين، حتى ده المفروض نعمله في الخدمه. بيبقى عندنا مخدات بشكل معين، الارض مفروشه بالسفنج المربعات، بحيث ان لما يعمل نوبه الغضب بتاعته دي ويدخل فيها ابقى محوطاه بحتت امان. هو ليها فتره ووقت وبتخلص وبينساها. يعني هو يعني كمان هو مش مركز لها قوي. انا عايز الحاجه الفلانيه، هيدبدب ويخبط ويرزع، انا بس ابقى محوطاه بطريقه امنه وببعد، خلص نوبه غضبك وقوم. تمام؟ واتعامل معايا عادي. بصي، هو الاهل اللي بيحصل عندهم السؤال ده حلو قوي، نوع من انواع الرفض. يعني انا بيجولي تبتدي تحكي لي، تقول لي انا ابني، يبتدي الولد اديله البازل، يطلع البازل ويعمله لي صفوف، يمسك العجله بتاعت العربيه يبتدي يلفها لي، تلعب تروح تلف حوالين نفسها، تمشي على صوابعها، في الرفرفه، كام تصرف كده. خلاص انا من كتر ما انا معشاهم بعرفه. فاجي اقول للام والاب احنا نعمل حاجه اسمها اختبار كارز 3 عند اخصائي نفسي، والاختبار ده هيقول ان كان طفلك توحدي او لا. ليه وهو سليم؟ انتوا اصلا جايبينه ليه؟ لولا انه اتاخر في الكلام، حركاته مش طبيعيه، اسلوب الصوت بيبان بقى على سن 3 سنين. هو مش زي الولاد اللي في الحضانه،
هو مش قادر يقعد على كرسي، هو مش بيلعب مع صحابه اللي في الحضانة، هو مش قادر يتكلم ويتواصل، بيعمل حركات غريبة، يمسك اللعب ويرصها. الكراسي لو كراسي حضانة يفضل يعملها قطر، لا طب احنا هنعملها دايرة ويتنرفز ويتشال والهبد، هو عايزها بشكل معين. يعني مش في اللعب بس، حاجة دخلت الحضانة عاملين ديكور وتشالوا وغيروا الديكور تاني كسر الدنيا. انتوا متخيلين بقى الصفات دي في التعاملات الحياتية؟ تبتدي الحضانة تقول للأم ايه؟ لا نزليه عند حد تخاطب او تعديل سلوك ولا الكلام ده. هو الطفل مش محتاج تعديل سلوك ولا محتاج تخاطب، ده هو طفل توحدي. بنقنع الاهل ازاي؟ عن طريق المقياس. روحي معلش اعملي لي المقياس وتعبي وتعي نشوف الدرجه بنعرف. ما هي الفكره بقى اللي انا سالته اول مره، انتوا بتقعدوا هو في خدام هنا ذوي احتياجات ولا المره دي مش موجودين؟ في حد؟ انا اول مره سالتكم انتوا بتقعدوا كلكم مع بعض ولا مقسمين الحالات لوحدها؟ مع بعض. هو من الصح ان احنا بنتعامل علشان زي ما احنا قلنا ان الطفل الدون اجتماعي جدا، والدوشه والهزار وفرح بقى والدنيا دي، وده الاكستريم بتاعه. انا توحدي ليا تعامل خاص، ليا طرق واساليب تعامل مختلفه تماما عن الطفل الدون. هل بنعمل لهم مشاركه عشان اعمل تفاعل للطفل التوحدي؟ ما انا مش عايزه اعيشه في فكره الام ام دي، انا عايزه اسحبه وادخله مجتمعي. بعمل ايام تجمع، احنا غرضنا ان احنا نسحبه من الحته المزاجيه اللي هو مبسوط فيها دي. انا ببتدي اديله جلسات وخليه يتكلم وينطق. طب مش هدي لك طلبه غير لما تنطق، هو ما عندوش مشكله في النطق والكلام، هو مش عايز يتكلم. انت بقى رافض التجمعات، انا هحطك في تجمعات بس كله بتوقيتات. يعني اول مره احطه 5 دقائق، تاني مره احطه 10 دقائق، ربع ساعه، بس ارسب له زي ما بيقولوا كده المعلومه ايه حته حته، لكن ما اجيبوش من الدار للنار. يفضل ان كل مجموعه ليها دروسها، ليها طرق التعامل بتاعها لوحدها. يعني لا لا، ما هو مش مرض، مش بنخف منه، بتقل، بيبتدي يعرف يتعامل، يعرف يتواصل، يعمل حاجته بنفسه، ما يزعلش لما حد ياخد منه حاجه. بنوصل له مفاهيم كتير قوي، الحاجات الحسيه بتاعت النور العالي يتدرب عليه، الاصوات العاليه لان الشارع كله اصوات عاليه، وهكذا، ما يبقاش قاعد مخنوق ومتضايق. بس عندها حبة اضطرابات. دايرتها. تمام. رافضة ان بص الطفل التوحدي هو اللي بيدخلك لحياته، مش انت اللي بتدخله لحياتك. يعني هي دخلتك، هي اللي موافقه، مش عايزه تدخل التانيه، مش هتدخلها. احنا بنقدم لهم محبه كتيره جدا لدرجه انه يتعود علينا وياخد علينا فيدخلنا جوه حياته، لكن انا اخش ادخل له بقى ناس وكده من غير ارادته لا. بالتعود بالتعود، ولو 5 دقائق 10 دقائق، وانسحبي نفسك. ما هي الفكرة انها هي اخدت على وجودك العمر كله. اطلعي انت في وقت ما صاحبتك دي تيجي وتبتدي تعمل معها حديث، ما بتعرفيش. هي توفت. حد كان بيسأل ورا. على فكرة طفل التوحد ذكي جدا، في منهم عندهم مواهب. مين توحد؟ تخيلوا كده، مين في الشباب مين توحد؟ مين بيلعب كورة مشهور؟ ها؟ ميسي. ميسي شوفوا عارفين وطلع منه، هم شاطرين هناك عرفوا يطلعوا. ميسي توحد، وقروا طلعوا على النت وهتلاقوه انه مريض توحد. امال شاطر في الاهداف ازاي؟ نمس ازاي؟ علشان مين كمان توحد؟ مين اللي عامل الفيس؟ مارك. كتير لو بصيتوا لفيديوهاته هتلاقوه ما عندوش النظره،
بيتكلمش ويبص كده، حتى بيشككوا فيه يقولوا ده روبوت مش روبوت، مش بتشوفوا الكلام ده؟ مارك توحد. في منهم كتير جدا شخصيات بيستخدموهم بقى بره، من كتر ما هم شاطرين مثلا في الحساب والرياضه بيستخدموهم في البنوك في العد. ما يغلطش طفل توحدي، ما يغلطش. لو عنده موهبه الرياضه، كان عندي بنت بتعرف التواريخ، لو قلت لها سنه كذا 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 من 50 سنة كان يوم ايه؟ تقول لك ده كان يوم 2، ده كان يوم 3، ده كان يوم 4. عندهم مواهب ما يعني ما حدش يتوقعها. في منهم عنده موهبه الرسم، يشوف حاجه وتحط له الورقه والقلم هيرسمها لك تيبيكال ما هو شافها، تقوله صوره مش. فيعني لو عرفنا نكتشف ايه موهبه كل طفل توحدي هنشوف معجزات منهم حلوه جدا. طيب انا عايزه افرجكم على فيديو بسرعه هيفيدنا جدا في الخدمه والتعاملات. الشباب اللي هنا شايف، شايفين ده طفل توحدي داخل مع مامته سوبر ماركت، عايزين نبتدي نحس بيه. فاكرين لما قلنا بيعيط بهستيريا؟ اهو ده نفس المنظر. ماسك، شايفين ماسك ايه في ايده؟ لعبه. ايوه انا مضايقاكم. تمام. طيب كده. وهنا مش شايفين برضه؟ اهو. هي الكاميرا بتجيب كأنه هو اللي شايف، تمام؟ كل دي هو متضايق، هو بيعيط، احنا بنقول ليه بيعيط؟ هو في الكياس. انهار منها خلاص. كتير مننا بنشوف تمام ولاد مبهدلين الدنيا في السوبر ماركت، ونبتدي نقول للام انت ايه؟ انت مش مربيه ابنك. ولاد كتير هنشوفهم في مدارس الاحد يبتدي يتمرمط وكده، والام دي مدلعه الولد، الام 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 الام. يا ترى اليكس كان بيعيط ليه؟ ها؟ طب نرفع ايدينا ونقول من اللي احنا اتعلمناه كله. ها، شم روايح كتير، الروايح تمام. ها، الصوت بتاع الكياس ابتدى يضايقه، والشاشات والتلفزيون اضاءتها ابتدت ايه، والحركات الكتير ابتدت تضايقه. المرجحه الحركه بتاعتها اللي رايحه جايه وطرته. ها، كلام الناس، الفلوس بصوتها وطره. شفتوا من الحاجات، هو متعود على ان الشوز تبقى ايه، رباطها ايه، مربوط. ايه ده، دي حاجه هو مش فاهمها، يعني ايه في ناس ماشيه رباط الشوز بتاعها مفكوك؟ وشوش كتيره جدا. حلو، ايه تاني؟ صوت اللعب وعارفين لو اخدتوا بالكم البالونات اللي طايره والكياس لونها كان ايه؟ بيلمع. الالوان اللي بتلمع دي عملت له اضطراب، خليته مش مستحمل. كل حاجه، الزحمه، حركه العجله بتاعت البيبي ضايقته، الزنه بتاعتها، صوت عياط مش عارفه ايه، هنا حد بيشتري، حد بينادي، هو مش مستحمل كل الاثارات دي. فحصل انه ايه؟ عبر عن كل ده عن طريق ايه؟ انه صوت وراح بكى بكى شديد جدا. شفنا العروسه اللي في ايده ازاي؟ الام معلماه من التدريب ان هو ايه؟ لما تلاقي حاجه مضايقاك خد نفس وعد ايه؟ 1 2 3 لغايه 10. حتى ده مع كميه الاثارات والحاجات اللي شافها ما نفعتش. فراح وقف لها في النص وعبر عن مشاعره بمعنى طلعيني.
كتير جدا بقى ابتدي اخد الولد قداس، هل ينفع الطفل التوحد يحضر قداس زي اللي احنا بنحضره؟ لا مستحيل. يبقى في شماس بيتحرك وولد مع امه بيعيط وشو، يعني ما هو الشريعة هتبقى موجوده موجوده، بس التجمع كله بالشكل كله مزعج جدا. يبتدي لا خادم عارف يحضر ولا شعب عارف يحضر، لازم يبقى ليه حاجاته الخاصه. مدارس الاحد ينفع بقى اكون خدام بتتحرك رايحه جايه، وحد بيعمل اشغال، وفي اكياس هنا بتاعت الاغابي، وفي العاب ورق. هل كده الطفل التوحدي جاي اتبسط؟ جاي اخد فايده من وجوده في الخدمه؟ لا. هما كده بيعملوا قداس مخصوص ولا بيتناول زي المرضى؟ في منهم بيتناول زي المرضى، وفي منهم بنجيب القداديس اللي في نص الاسبوع اللي بتبقى هاديه. يعني بيبقى فيها عدد قليل، ولو اليوم ده على الحظ في 40 في جنازه بتبقى هو عامل الجنازه الثانيه، يعني هو مقضيها برضه. فيعني هتلاقوا الام متمرمطه واخرتها يلا حبيبي ونروح. ملهاش حل. هتلاقوا كده الخدام بتوع التوحد بيلفوا ورا. والخادم ملهوش دعوه بالكنيسه، هو جاي لغرض ان ده يتناول، انا النهارده مش تبع القداس، انا بس جايبه ياخد بركه. تمام؟ فنخلي بالنا قوي 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 في التعاملات مع الاطفال التوحد جدا. بس كل اللي بقوله ده يرعبكم ان انتوا تتعاملوا معاهم؟ هل هم ما بيطلعوش من الكلام ده؟ هل هم مؤذيين بيضربوا ويخبطوا؟ بالعكس، كل ما هتتعاملوا هتشوفوا منهم مواهب كتير حلوه. قد ايه هم برضو على الرغم ان عندهم مشاكل حنينين جدا، لو حبك ودخلك لمجتمعه هيبقى احن واحد عليك. هيزعل جدا لعدم وجودك، كان عشان هو ايه روتيني ومتعود على وجودك، غيابك ياثر فيه جدا. فخلي بالكوا جدا جدا من حساسيه الولاد التوحد. حد عنده اي سؤال تاني؟ صدعتكم ودوشتكم. طيب قول معاك. اضطراب نفسي وليس عامل وراثي. اضطراب يعني حاجه في النفسيه، ما عندوش اي مشكله عضويه او اي حاجه او لخبطه جينات او اي حاجه، ده اضطراب نفسي. لا ده بيتولد بيه. لا لا لا، في الموبايل يزود، لكن لا اضطراب نفسي. كل واحد لوحده مش هيتفاعل، مش هتحس ان هم اسره بتلعب مع بعض ولا، بس انا عارف مين صحابي، عارف مين اللي موجود ومين مش موجود. يتحطوا سوا، يفضل ما تبقاش اعداد كبير. يعني اعدادنا تبقى صغيره. طب نسمع شباب، نسمع ثلاثه، لا ثمانيه. لو طفل، احنا كنا بنهزر ونقول ان في مننا، لا كتير قوي من صفات التوحد صح، ان في مننا بينزعج من الصوت العالي، في واحده فينا ما تحبش الروايح. شباب عشان نخلص ونمشي، في سمات توحد كده، يعني انا يبقى عندي مشكله، يعني انا مثلا تنقيط صوت الميه يتعبني نفسيا، ما اعرفش انام، صوت الساعه يضايقني، دي سمه انا جوايا. عشان كده قلنا واحدة اتنين تلاتة ما تضرش، لكن لو تمن حاجات لقيتهم من الاربعين حاجة لا، هبتدي اقلق وابتدي اعمل له الاختبارات اللازمة واتاكد ان كان اوتيزم ولا لا. مش سامعاك. سي بي اختصار ل، ايوه هي اللي قالها دي. ها علشان مش بيخلي فيه تفاعلات. تمام؟ انا بتفاعل مع الموبايل بس. لو عندي سمات زي ما هو قال واحده اتنين تلاته وابتدي بعد كده اقعد مع الموبايل واكتسب بقى صفات تانيه تالته رابعه، ممكن ادخل في التوحد. مش سامعه. لا الدون تفاعلي واجتماعي وهيتعود على خمس ست خدام ممكن في وقت واحد، لكن التوحد اراعي قوي انه ما يرتبطش بيا ارتباط شرط، يعني لو دخل خدمه ما لقانيش هيكسر الدنيا وهيحزن وممكن ما يرضاش ينزل تاني، فبنتبدل عليهم كخدام.
بالافتقاد الكتير ان انا اخده افسحه انزله كتير وابتعد بقى عن اماكن فيها اثاره للحواس، امشيه على البحر اجيب له حاجه حلوه واحنا ماشيين وهكذا. لا برضه مفيش ارتباطات في التوحد، هو اصلا مش طايق نفسه هيتجوز ويخلف. ايه؟ شلل الاطفال. في حاجة اسمها إعاقة مزدوجة، في عندنا في الخدمة إعاقات مزدوجة، يبقى سي بي أوتيزم داون توحد، متخيلين؟ يعني التوحد بيجي مع أمراض، مع اضطرابات تانية زي الداون أو زي الشلل الدماغي. أرجعه إيه؟ لا ملهاش علاقة. التوحد اضطراب نفسي يا شباب، اضطراب نفسي، مرض نفسي، لكن السي بي قلنا بسبب نقص اكسجين، داون بسبب خلل في الجينات، تمام؟ ينفع جدا. هيغضب نوبه غضب اولى عشان هو ذكي، مره في الثانيه في الثالثه هيمتنع تماما ويبقى فهمك وقراك انت بتنفذ له من النوع اللي بينفذ ولا لا؟ هيقراك، هيقراك بسرعه جدا الطفل التوحدي. مش سامع. طالعه من التوحد، في نسب شفاء من التوحد عشان هو مرض نفسي يعني او اضطراب نفسي سوري، فمع الجلسات الكتيره الكتيره وبحطه في تجمعات و و و واطلعه من كل ده بيطلع من التوحد، بس هتلاقوا عنده تكاته. عشان كده بنقول ما بنبقاش خادم بس، لما بنتعامل مع طفل توحد اتنين او تلاتة في نفس الوقت. ما هو لما بيتغير وفي تغيير الخدام ما بنتغيرش كلنا، في حد امان انا عارفه، في اتنين جداد جم وهكذا. في نسب شفاء منه، وقلنا كل ما بيكبر كل ما السمات بتقل. ازاي اعمل له كنترول من غير ما اذيه؟ احنا قلنا هو عنده حاجه اسمها نوبات غضب، بحط منطقه امان، المفروض في المراكز المتخصصه في اوضه اسمها اوضه التكامل الحسي، بيبقى فيها اضواء ريلاكس، اول ما ابتدي هيحس ان هيخش في نوبه غضب بروح مدخلها الاوضه دي، تبقى متحوطه متبطنه الارض عليها في الخدمه، اسحبه من وسط المجموعه اللي هيبتدي يخبط واحطه في كورنر امان، يفضل ان انا ببقى عامله الكورنر ده في الخدمه لطفل التوحد وهو يطلع نوبه غضبه ويخلصها. بتاخد 3 دقايق اخرها، ده دقيقتين كمان. تمام؟ في اي سؤال تاني؟ طيب يلا اشوفكم على خير الشهر الجاي ان شاء الله.